ايه سبتهم يعملوا فيكي كده؟ كل ده بسبب ايه؟ انا لما سافرت وعدتك ان انا هرجع تاني، بس كان لازم اخليك انت كمان توعديني ان انت تخلي بالك من نفسك. انت كمان غاليه عندي اوي، مش انا الواحد اللي غالي عندك. فوي يا ليلى، فوي، ما تسيبنيش لوحدي، انا محتاج لك. انا وانت تعبنا في الدنيا دي جامد قوي، ما شفناش ولا يوم راحه. من حقنا دلوقتي ان احنا نرتاح، نرتاح لو ساعه واحده بس نبقى مع بعض. اصحى وانا مش هسيبك تاني ابدا، هفضل طول عمري جنبك. ورحمة أبويا اللي عمل فيك كده مش سيبه في حاله، حتى لو آخر يوم في عمري. بس أنت أمي،
ادي احنا اتشطفنا وغيرنا وكمان لبسنا جديد في جديد. فاضل ايه؟ فاضل اعمل لك المام. بص حبيبي خليك قاعد هنا، خليك هنا اقف كده اقف، اروح اشوف مين بعدين اجي اعمل لك المام يا حبيبي. اوعى تقع. ايوه ايوه منى حقيني بصراحه. كنت فين يا حبيبتي؟ ادخلي يا منى، ادخلي يا ضناي، ادخلي يا منى. ايه يا حبيبتي احكي لي انت فين؟ ايه ده؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ انا اتبهدلت قوي يا مصاحب. الكلب اللي اسمه علي بقى واشترى فيا. معلش يا حبيبتي احكي لي، احكي لي كل حاجه. هحكي لك بس الاول قولي لي معاكي فلوس لحد ما اسحب البنك؟ وده سؤال يا منى؟ ده انا لحم اكتفي من خيرك انت وابوك، يا الف رحمه ونور تنزل عليه. واللي انت عايزاه ومحتاجاه موجود يا حبيبتي، موجود يا نور عيني. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا دنيا. الاكل ده كله مش اكلتك دي يا وحش. تمام بابا خلاص مش قادر. مش قادر ده ايه؟ اه يا عم انت عشان رحت المستشفى وشفت حبيبه القلب شبعت. انا ليلى ببص لها بس بشبع. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ انا هو متجوز ثلاثه ما اعرفش اقول حرفين من اللي انت بتقولهم دول. لو قلنا بابا صحيح، هو انت بتحب الثلاثه؟ الحب زرعت ربنا في القلوب، كل زرع ليها لونها وطعمها وريحتها، عشان كده تلاقيني بحب التلاتة. مين بتيجي على حساب مين، مين أكتر من مين، ما أقدرش أقولك. أنا براعي ربنا فيهم، وطالما هم مبسوطين يبقى خير. غريب أنت يا بابا. أنت بقى ناوي على أنهي زرع فيهم، ليلى ولا تولين؟ الاتنين غير بعض خالص. تولين محتاجة لي أكتر ما أنا محتاج لها بكتير، بس طول الوقت كانت بتحاول تساعدني وتقف جنبي. زمان كنت بساعدها عشان أطلعها من السجن اللي هي فيه، دلوقتي بساعدها عشان ترجع لأهلها. إنما ليلى بقى دي الست الوحيدة اللي غيرت لي حياتي، دي الست الوحيدة اللي خلتني ما أكملش في اللي أنا فيه. كنت دايما بتكلم معاها وأنا مرتاح، مش حامل هم أي حاجة أبدا. عارف يا بابو لما شفتها في المستشفى حسيت ان حياتي كلها انتهت، كل حاجه راحت ومش ترجع لي تاني. اول ما فتحت عينيها وبصت لي حسيت ان روحي رجعت لي، ان هرجع اعيش تاني من جديد. خد يا وحش. حبي على يدك يما تسامحيني. ما تدوش امك. واسمع، انا رميت مرتك بره ونظفت البيت من نجاستها وعفيت يدي عن دمها، اما انت اطلع بره، مش عايز اشوفك هنا تاني. اخرج بره. امك ماتت، امك ماتت، وجنة ربنا اتحرم عليك. الو، ايوه، ايه شوقي كان عند نوح؟ انا كنت متاكد انه هو ورا ده كله. اسمع، خليه تحت عينك
وتبلغني بتحركاته كلها، فاهم؟ انت مش متصور اللي جرى لي هناك يا عمر. انا كنت بموت بموت في كل لحظة. دول مش بني ادمين، دول وحوش، ناس مقرفة. ريحتهم وشكلهم وصوتهم، والله العظيم انا كنت بحس ان انا في كابوس كابوس وهموت اصحى منه. شيء بشع. سابوكي ازاي؟ بعد ما الواط مضاني على كل حاجة، أمي وجد قالت لي كلمتين خايبين، قالت لي كفاية كده اللي حصل فيك يا حبيبتي، مش عايزة يحصل فيكي أكتر من كده، بتحس قوي. لا فيها الخير. أنا اتذليت يا عمي، اتذليت قوي. حتى أبويا ما شفتوش قبل ما يموت، ما حضرتش قفلته. منى حبيبي مين شافه؟ أنت عارفة هو جه من السفر على الدفن على طول. ربنا يرحمه بقى. معلش يا حبيبتي استحملي. حلو الوقت يا علي. أنا أبويا أنا مرتشي وعليه وقائع فساد؟ أبويا أنا يا أنكل بعد العمر ده كله اللي قضاه في خدمة البلد؟ لا يا منى، علي ملوش يد في دي. هو فعلا طلع نادل وخسيس وبيعك اللي وراكي واللي قدامك، بس حكاية أبوكي دي بقى اتمسكت بالأرقام والمستندات. يعني إيه؟ بابي إيه؟ حرام حرام يا حبيبتي. كلنا بنغلط يا ماما. أبوكي بقى مشكلته إنه غلط ومعرفش يظبط نفسه. موضوع المرض والعيا والسفر خلاه ما يعرفش يظبط أوضاعه. طب وأنا كده إيه؟ والعالي ياخدوا مني. ما تسيبنيش يا انكل من فضلك، ما تسيبنيش، انا ماليش اي حد غيرك. طبعا حبيبتي طبعا. معقول نسيبك؟ انت بتتكلمي ازاي؟ ده انا قربيك يا مريم. ايه ده يا حبيبتي؟ ايه ده؟ بس احنا يا منى لازم نتفق. يعني انا بفكر كده واقول حتى لو رجعت لك اللي خدوا منك علي دوت هيتاخد منك تاني، لانه لا بتاعك ولا بتاعه، ده حق البلد اللي ابوك خده. ويلا بقى علشان ما يتعذبش في تربته. طب وشغلي؟ ده اخد مني الشير بتاعي اللي في المحطه والفيلا اللي حجزوا عليها. كلمي شركائك فهميهم اللي حصل واتفقوا. اما موضوع الفيلا ده بقى يا ستي، انا هكلم الكسب غير المشروع، اقول لهم ان خليف كان عنده الفيلا دي من زمان من قبل ما ثروته تتضخم. ايه رايك؟ مبسوطه؟ بس انا خايفه يتعرض لي. وانا موجود يا منى، ما تخافيش يا حبيبتي خالص. روحي البيت واستريحي، وانا من ناحيتي هكلم الداخليه يرجعوا الحراسه تاني. اوكي؟ حاضر يا انكل. ميرسي قوي. بكلميني يا حبيبتي. تعوزي أي حاجة تكلميني. مع السلامة. Thank you.
يا بنت الكلب. عامل ايه يا حبيبي؟ بتذاكر كويس؟ طب شاطر. لا انا تمام، انا كويس، ما تقلقش، كلها كام يوم وهتلاقيني عندك. المهم انت خلي بالك من نفسك. يلا سلام. وانا كمان. ايه يا جيم مالك؟ مش عارف اشرف، تعبان قوي من ساعه ما رجعت، اول مره احس بالتعب ده. طب قمت ليه؟ استريح ونكمل في اي وقت تاني. لا لا تمام. قولي بقى اللي حصل ليلى ده حصل ليه؟ ليلى هددت زيتون بالكلام اللي الواد السفراجي قاله لزينب، بان زيتون هو اللي قتل نصر نوار. وبعدين الواد السفراجي لقوه مشنوق، وفي نفس الليله ليلى وزين اتعرضوا للقتل. طب وزين فين بقى دلوقتي؟ زين مكسوف يكلمك بعد الكلام اللي اتكتب في الجرايد. انا ما قريتش جرايد، مكتوب فيها ايه؟ بيقول يا سيدي ان في علاقه بين رئيس النيابه السابق ومذيعه مشهوره، وشويه كلام فارغ كده ملوش لازمه. وزين يعني متخيل ان انا ممكن اصدق كلام الهايف ده؟ كلمه اشرف، كلمه خليه يجي. يا ابن الكلب ده كلام خطير. انت ما سالتهاش حد ممكن يكون اتصل بيها ويهددها بعد ما مريضها اختفى؟ سالتها طبعا، بس ما فيش حد كلمها. واضح ان هم اكتفوا بمقلها من القاهره، ما حبوش يعملوا شنشره يعني. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ الكلام اللي حنان قالته لاشرف على الكلام اللي الراجل اللبناني قاله لك مع المستندات دي، يبقى خلاص القضيه اكتملت. دي بلاوي مش مستندات. بقول لك ايه يا البير، انت لازم تفتح الايميلات دي بسرعه. ما تخافش، حتى لو عندهم فاير وول هفتحهولك. ايوه بس خلي بالك ان هم بيغيروها كل شويه عشان التمويه. انا ما عنديش اي مشكله. لا في مشكلتين كمان. الناس دي منظمه، مافيا، عمولات وتحويلات بنكيه بارقام فلكيه قصاد كل اسم، وكل ده بيصب قصاد ملف دفن النفايات. ده كلام ايميل وحنان. المصيبه بقى ان رضا بيقول كل ده بيحصل في مصر كمان. تمام. المشكله الاولى لازم نعرف مين دراعي المهدي، مين اللي ماسك الحكايه كلها. الليسته ما فيهاش ولا اسم واحد مصري. المشكلة الثانية عايز اعرف ايه علاقة ده بالجهاز اللي كنت شغال فيه. مش عايز اكون زي اللي بيدور على حتة سلاح وفجأة بيلاقي ترسانة سلاح ضربت في وشه. يا جماعة تعالوا نمسك الموضوع من الأول. لو هنمسكه من الأول لازم نعرف رضا اختفى ازاي. رضا كان شغال على ملف ممكن يأذي واحد من الناس دول. مش هنقدر نعرف الحد ده غير لما نوصل للدايرة القريبة اللي كان بيتعامل معها رضا قبل اختفائه مباشرة. أكتر بقى واحد مقلق في الدايرة دي كلها هو نصر نوار. وزيتون بيقتل نوار. لي علاقه نسائيه مالهاش صله بملف النفايات ده. وليه ما تقولش العكس؟ ممكن يكون نوار عمل معاهم غلط فقتلوه، وقالوا الموضوع علاقه نسائيه عشان يهجوا الراي العام. قصدك زيتون هو السبب؟ او يبقى هو الدراع اليمين للمهدي؟ ممكن وممكن لا. هنعرف ازاي؟ مش هنعرف اي حاجه غير لما نوصل الملف اللي كتبه رضا. يا جماعه المشكله ان لا ربا ولا حنان يعرفوا اي حاجه عن الملف ده. يا ربا ما قالتلكش بيشيل شغل المهم فين؟ كان عنده خزنه، دولاب سر مثلا في البيت. مالك يا جمال؟ مفيش، انا تمام. يا جمال انت تعبان من الصبح. لا لا في ايه؟ تمام تمام.
ليه ده يا ابني؟ انت تعبان قوي، لازم نجيب لك دكتور. على فكره انا عندي دكتور صح، ممكن اتصل بيه يجي بسرعه. لا يا جماعه انا تمام، ما تقلقوش. طب احنا نسيبك تستريح وانا لما اخلص اكلمك. يلا يا جدعان. عايز حاجه؟ طيب تمام يا ياسين. استنى بقى عايزك. ايه الاخبار؟ شوف بنفسك يا كبير. اوبا، قعدوا مع بعض قد ايه؟ كملوش 10 دقايق وسابها وقام. وبعدين؟ قامت تتحرك لوحدها لغايه ما زهقت. وهي فين دلوقتي؟ لسه راجعه كبير. خلي ده معايا شويه. اوامر كبير. المفاتيح دي بتاعت رضا حلمي، محدش يعرف ان هي معايا. اخته نفسها ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. التلات حروف دول احتمالي واسم بنك. الكلام ده لو حصل يبقى جوه البنك دي خزنه فيها الملف اللي احنا بندور عليه. احتمال وارد طبعا، بس انت ليه ما قلتش على المفاتيح دي من بدري؟ عشان ما كانتش معايا. جمال، هتجاوبني بصراحة لو قلت لك المفاتيح دي جات لك ازاي؟ اوتيل ومكان مفتوح وناس رايحة جاية زي ما طلبت بالظبط. بس عايزك تفهم يا رضا حاجة، احنا لو حبينا نأذيك هنعملها في أي حتة وفي أي مكان. لو سمحت من غير تهديد، عشان لو دي طريقة الكلام أنا هضطر أنسحب. انت جاي هنا علشان تسمع وبس. اسمع، انت صاحبي شاطر وكويس وليك اسمك، انا شخصيا مبسوط منك جدا، بس اللي انت بتدور عليه ده هيأذيك وهيضر ناس تانية كتير مهمة في البلد. ناس زي مين؟ قال لك اسمع وبس. انت بتحب البلد دي زي ما احنا بنحبها بالظبط، بس كل واحد بيحبها بطريقته. ما تخليش الطرق تتقاطع ومشي الدنيا يا رضا. انت عندك اولاد يا استاذ؟ يعني لو عندك اولاد وشفت اطفال في سن اولادك السرطان بينهشهم واهاليهم واقفين عاجزين ومفيش حاجه يعملوها غير انهم يستنوا الموت، كنت هتعرف ساعتها إن حب للبلد دي مش ممكن يتقاطع مع أي طريق تاني. بالعكس، كنت هتلاقي نفسك بتساعدني عشان نقضي على المأساة دي سوا. شوف يا رضا، أنا عارف ومتأكد إن تحت إيدك ملفات فساد تانية كتير لناس برضه كبار في البلد ومهمين. اشتغل عليها. وإحنا هنمدك بمصادر صحفية كتير قوي يتمنوها. وابقى صحف النظام، اخد الاوردر الصبح في التليفون، اكشف ده وافضح ده وهو كله بحسابه. ها مظبوط، الفرصه دي في مليون واحد يتمناها غيرك. فكر يا رضا، فكر تكسبنا بدل ما تخسر روحك. مع السلامه. دي كانت أول مرة أقابل فيها رضا. يوميها حسيت من طريقته وطريقة أبو العزم إن هو مش هينفذ ولا كلمة من اللي قالها له. ما تعرفش التهديد ده كان مين وراه؟ ما كانت شغلتي، أنا كنت بنفذه بس. حتى بعد ما طلب مني إني أقبض عليه وأسلمه للجهاز. واختفى رضا من بعدها.
فجأة لقيت نفسي باخد المفاتيح دي، مش عارف خدتها ازاي وليه، بس حاج جوايا قالت لي خد المفاتيح دي اكيد هتنفعك. زي ما ساعدتهم ان انا ضايع حقه، حسيت ان هيجي يوم هرجع له حقه تاني. احساس غريب قوي يا زين، الحاجه وعكسها في نفس الوقت بيحصلوا من غير ما تفهم ده بيحصل ليه. جمال، ممكن كلمتين بس؟ انت ايه يا ابني؟ مش عماله بشاور لك؟ ايه ده؟ انت رايح حفلة تنكرية ولا ايه؟ ونبي اشرف بلاش استظراف. والله انا عرفت انت ازاي عامله كده. ازاي عامله كده ايه؟ انت مش عارف ان انا اتجوزت نوح السباعي ولا ايه؟ اه صحيح عرفت. طب وانضايق اقول لك ايه دلوقتي؟ شيخه في ريال؟ ونبي اشرف انا مخنوقه وطلعان ايمان امي. تشرب ايه؟ اكون بشرب ايه؟ درينك. طيب اطلب لي درينك. لو سمحت عايز درينك زي ده. شكرا. ايه بقى الموضوع اللي كلمتيني عشان انا بيتلعب عليا، فلوسي بتضيع مني وانا مش عارفه اعمل حاجه. لا مش فاهم حاجه، احكي لي الموضوع من الاول. الزفت نوح قال لي اديله فلوس علشان مشروعه الجديد اشاركه فيه يعني. المهم ان انا عملت كده ومضينا عقود وكله كان تمام، فجاه بقى طلعت العقود دي كلها اوانطه. وبعدين؟ وبعدين ايه يا اشرف؟ بقولك ابن الكلب بيضحك عليا تقول لي وبعدين؟ عامل بس فيها شيخ وقال الله وقال الرسول وهو ياكل مال النبي وبناته. انت لسه واخده بالك؟ بعد ما شقلبك ولبسك لبس الدور وطلعك على المسرح، انت ما ينفعكيش حد غير نوح على فكره عشان يطلع عليك القديم والجديد ويعرفك الفرق بين عيشتك معاه وعيشتك مع جمال. لا على فكره انا مش جايه لك عشان تبكتني ولا تسمعني كلمتين. لا لازم تسمعي كلمتين، مش انت رحتي صدقتيه واحد دجال زي ده؟ طبعا قال لك احنا بتوع ربنا وبيضطهدونا عشان الحق معانا، مش كده؟ طب ما كان بيتسجن قدامي. بيتسجن؟ سجن ايه يا ماما؟ مفيش حد تاجر بقصص السجن والتعذيب والمعتقلات قد الكبار بتاعهم دول، وفي الاخر بيخشوا يقضوها خمس نجوم. اللي بيتنفخوا بجد هم الغلابه اللي مصدقينهم. ما سالتيش نفسك واحد زي نوح ولا الدجالين اللي زيه عمل الفلوس والمليارات دي كلها ازاي؟ ويقول لك احنا متضايق علينا، مصانع ومحلات وفلوس بره وجوه وحسابات بره وجوه، ويقول لك مضطهدنا. يا بنتي كله كذب وضحك على الدقون. وبعدين انت متضايقه ليه ان ضحك عليكي؟ هو ده مصير اي حد هيصدقه؟ ليه يحصل فيكي كده يا ليلى؟ مين بيكرهك للدرجه دي وعايز يموتك؟ مين؟ اي حد جواه شر وقبح وخراب يا منى، يوم بتواجهيه وتعري قصاد نفسه تاكدي انه مش هيفكر غير في حاجه واحده وبس، انه يدمرك. بس اللي انا متاكده منه انه ما كانش عايز يقتلني، كان عايز نفضل عايشه مكسوره قدامه بتحرك بقى عاملة زماني بقية عمري علشان يسجدني، علشان يخليني عبرة لغيري، علشان يحس قد ايه هو قوي وهم، لأنه ما يعرفش إن الكسر بيخلق جوانا نوع من القسوة والألم خلينا انشف علشان نقدر نستحمله. يعني انتي عارفاه؟ تفرق في ايه بقى؟ ما اللي حصل حصل. انت كنت عارفه علي جوزك، تخيلت ان كان يعمل فيك اللي عمله. جوزي؟ من يوم ما رجعت يا ليلى وانا بسال نفسي سؤال واحد، هو اللي عمل فيا كده؟ لقيت نفسي برضو بجاوب نفسي إجابة واحدة، ليه ما عملش فيا غير كده؟ متستغربيش،
اللي عمله علي معايا شوية. ما يجيش حاجة جنب اللي عملته فيه من يوم ما عرفني. حتى وهو بيضربني كنت شايفة في عيني خوف. كان بيصرخ من جواه. مش مصدق ان هو بيعمل معايا كده. علي يا ليلى شاف على ايديا ذل مفيش راجل في الدنيا ممكن يستحمله. اقل حاجه كان ممكن يعملها انه يموتني. انا عمري ما قلت الكلام ده بصوت عالي لحد. ما اعتقدش اني هقوله تاني. يمكن حتى لو فكرتيني بيه في يوم من الايام هكدبك. بس هي دي الحقيقة. طالما قدرنا نقولها مرة يبقى هنقدر نقولها كتير. جمال فين يا ليلى؟ جمال إيمس. إيمس ساندي. ايه بعد سنه يمسن؟ لا ابد. ايه يورجن مسن؟ يا سنة جنزليون براس ندى؟ ندى؟ بان سنة صوصفر مشتم بان انا ممسن ندى مسن. زلطان بني أولدر مسيني ندن كابول التن والله شمال بيت مدن ريا بني سيتي أوردن بعمل ميت برضو جاتي تب بعمل ميت برضو ندن بني أولدر عرف المدن Zalat beni tehdit etti. Ailemi öldüreceğini söyledi. Ya sen? Ya ailem? Ne yapsaydım? Ne yapabilirdim? Niye bana söylemedin? Sen onlara bir şey yapamazsın ki. Sen onlara hiçbir şey yapamazsın. Bana ulaşmak için seni kullandılarım. İğnenin aynısını kendime de yaptım. Ben sana böyle bir hainlik yaparken nasıl yaşayayım? Ama ölmedim işte. Özür dilerim. Sen gerçekten bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Hiçbirini hak etmiyorsun. Bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Özür dilerim. Benimle gel. Benimle gel. Hastaneye gitmeliyiz. Zaman. Zaman bitti. سأعود أنفاسي إليك عتاب وكل إشارة
ربنا فرجه قريب، ربنا فرجه قريب.